سبتمبر مجيد، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من صحيفة الأيام: رئيس الحكومة يلتقي أول امرأة رفعت البندقية في وجه ميليشيا الحوثي بعدن. ومن موقع أخبار اليوم: الحوثيون يداهمون منازل في صعدة ويعتقلون أطفالا أوقدوا شعلة سبتمبر. ومن العرب الجديد: الحوثيون في صنعاء يرفعون الضرائب لزيادة مواردهم المالية. ومن الصفحة الأخيرة للقدس العربي: مدينة عراقية مفقودة منذ 2000 عام تعود إلى الواجهة. أهلا بكم. اليمن ساحة مفتوحة للاحتفاء في الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، وقد حملت العديد من مواقع الأخبار والصحف اليومية موضوعات وتقارير احتفاء بعيد الثورة. ويقول موقع الموقع بوست إن غالبية محافظات الجمهورية اليمنية تحولت إلى ساحة مفتوحة للاحتفال بذكرى الثورة التي تحل هذا العام في ظل أجواء مشابهة لتلك التي وقعت لحظة اندلاعها. ويضيف أن اليمنيين احتفلوا على المستوى الشعبي والرسمي مجددين الوفاء للثورة السبتمبرية وإدانة الإماميين الجدد والتعهد بالحفاظ على الثورة وأهدافها ومكتسباتها. لكن أكثر ما يثير الانتباه هو الاحتفاء الذي أقيم في واحدة من جبهات القتال، فقد أوقدت قوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة نهم الشعلة. وقال قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن ناصر الذيباني إن الجيش الوطني يحتفل بإيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر من قمم جبال نهم المطلة على بني حشيش والقريبة من العاصمة صنعاء. وأضاف اللواء الذيباني: نقول لأحرار سبتمبر، نحن حاملو هذه الشعلة، واليوم هو يوم عيدنا ونحن على مشارف صنعاء. أما موقع المصدر أونلاين فقد عنون في تقرير خاص بالمناسبة: ثورة التحرير وجمهورية المواطنة 26 من سبتمبر في مواجهة فاصلة مع القوى المضادة. تحتل ثورة الأهداف الستة التي حملتها الجمهورية وفقا لتقرير، ولا تزال تلك الأهداف محور نضالات اليمنيين إلى اليوم، إذ أن الثورة الجمهورية في ذروة الاستهداف وتكاد أهدافها تتحول إلى مجرد ذكرى خالصة تتبدد معها كل التضحيات التي ذهبت لأجلها. ويضيف الموقع: ثورة التحرير من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات تواجه خطرا وجوديا يهدد بإعادة البلاد إلى حكم الكهنوت والاستبداد. وتحل الذكرى الخالدة والجمهورية التي تمخضت عنها وهي ترزح تحت وطأة أسر قوى الثورة المضادة للثورة المجيدة، والتي اعترضت طريق سبتمبر منذ انطلاق شرارتها الأولى لتتجزأ مجددا أعواما من عمر الجمهورية وأجيالها منذ انتكاسة 21 من سبتمبر 2014، لكنها ذاتها تتخبط هذه المرة لتناور استعارة شعارات زائفة للجمهورية. حزب كله يصبر. تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، ويقول الرويشان: ينقلبون على 26 سبتمبر ثم يحتفلون بذكراها في ميدان التحرير. نحتاج لطبيب نفسي يشرح لنا ويشرح هذه العاهات النفسية المتناقضة. كائنات مطاطية تمتط وتنكمش حسب الطلب والمقاس، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، وبعد أن خنقوا أولاده وشردوا أحفاده ونهبوا أمواله يحتفلون بأربعينيته. كل شيء عندهم يسبر. كوكتيل غريب من الرجال يحتاج لمصحة نفسية. إمامي وجمهوري، مؤتمري وحوثي، وحدوي وانفصالي، كل يسبر. يحتفلون كل يوم بلا ملل أو كلل، والشعب يموت كل يوم بلا رأفة أو اهتمام. الشعب يختنق بالخطب وغبار الاحتفالات. الشعب يموت يا قوم، الشعب يموت كل لحظة، مسموما بالزوامل، مكتئبا بإذاعات الاف ام. الكائنات المطاطية المقنعة، وكأن حياة اليمنيين أصبحت مهرجانا ضخما ومستمرا للأقنعة، ولكثرة الخطب والصراخ تمزقت الأقنعة.
تمزقت الأقنعة والمهرجان مستمر. تمزقت الأقنعة واهترأت وما زالون يخطبون ويزملون ويحتفلون. السياسة غير الخطابة يا قوم. تمزقت الأقنعة وبانت الوجوه مسفرة كالحة بلا حياة أو حياة، وما يزال المهرجان مستمرا. المرأة التي حملت البندقية وخرجت من منزلها في عدن لمواجهة ميليشيا الحوثي في شوارع المدينة تلتقي رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة. وقالت صحيفة الأيام إن رئيس الحكومة أشاد بالروح الوطنية التي تحلت بها المواطنة بسمة علي أحمد شمسان أيام الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة عدن. وقالت بسمة شمسان: على الرغم من معاناة ابنتي المعاقة واحتياجها الدائم لرعايتي، إلا أنني حملت السلاح ووقفت وسط الشارع لأسهم ولو بالشيء اليسير في ضبط الأمن والدفاع عن وطني. وعبرت عن تقديرها وشكرها للحكومة الشرعية على متابعة قضايا المواطنين وتقدير حجم تضحياتهم التي قدموها من أجل الوطن. موقع الاشتراكي نت يواصل تغطية أخبار المواجهات في شبوة ويعنون الموقع: مدفعية القوات الحكومية ترد على نيران الميليشيات بعسيلان. وذكرت مصادر محلية للاشتراكي نت إن القوات الحكومية المتمركزة في جبهة طوال السادة ردت بالمدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا على مصادر نينار الميليشيات المتمركزة في جبهة الهجر الأثرية جنوب غرب عسيلان. ويضيف الموقع: وفي الجبهة الجنوبية الشرقية لعسيلان ردت القوات الحكومية بالسلاح الثقيل من مواقعها بالعكدة والمحكمة وبيت منقوش على مواقع تمركز الميليشيات في منطقة السليم. عيون بثينة وعواد، تحت هذا العنوان كتب المصري محمد أبو الغيط مقاله المنشور في العربية الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: قدم فريق الحوثيين وصالح صور بثينة على نطاق واسع لتعبئة أنصارهم، وهكذا أتى الرد بصور مماثلة من الطرف الآخر، من أبرزها صورة الطفل أحمد عواد 6 سنوات ينظر ولا يرى بعينين صناعيتين، لأنه فقد عينيه بسبب لغم يدوي على شكل لعبة تركها الحوثيون في قريته الغول في البيضاء. تبادل طرفان الصور ليمتلئ تويتر اليمني بالأطفال فاقدي البصر أو الأطراف أو الحياة. يقتل تحالف الحوثيين وصالح المدنيين بالقصف العشوائي بالهاون والمدفعية وبنشرهم كميات ضخمة من الألغام المموهة كالتي أفقدت عواد بصره، خصوصا في البيضاء وتعز. وفي المقابل وثقت المنظمات الدولية عشرات من حالات قصف التحالف العربي بقيادة السعودية على أهداف مدنية كأسواق ومنازل. سياسيا تآمر تحالف الحوثي وصالح لتنفيذ انقلاب بقوة السلاح على الحكومة الشرعية. معسكرات كاملة من الجيش خاصة بالحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجله تسلم معتادها للحوثيين أو تنضم إليهم. لا دولة ولا قانون ولا وطنية، فقط القبيلة والمصلحة. قرر الرئيس المحروق أن يحرق البلد، لا يهم إهدار مليارات الدولارات ولا يهم دماء الآلاف، المهم أن يستمر الراقص على رؤوس الأفاعي في رقصته الدموية. نظام حكم يتصرف مثل احتلال أجنبي أو أبشع. من هذه الزاوية كان تدخل العربي متفهما جدا، خصوصا بعد توثيق تسليح إيران للحوثيين بشكل مباشر. لكن غير المتفهم هو قبل كل شيء التعامل شديد التساهل مع صالح منذ الوساطة الخليجية بعد الثورة ثم بعد الحرب، غياب أي مشروع سياسي لحل جامع ينتجه اليمنيون ومنهم أيضا الحوثيون باعتبارهم نسبة من السكان لا يمكن إهمالها أو تعليق كل أزماتها التاريخية على الشماعات الإيرانية. حملت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، أبرزها: وزير الخارجية وأربعة وزراء في الحكومة يهددون بالاستقالة. وعنوان آخر: فقدان وثائق شحنة المعونات الطبية الصينية بمكتب وزارة الصحة بالرياض يعيق استلامها في عدن. وعنوان: البنك المركزي يعرقل صرف رواتب موظفي تعز ويشترط تحويل إيرادات المحافظة. ومن صعدة: الحوثيون يداهمون منازل المواطنين في مدينة صعدة ويعتقلون أطفالا لإيقادهم شعلات سبتمبر. إلى موقع يمن مونيتور والذي عنون في صفحته الرئيسية: مدارس صنعاء فارغة وتحذيرات من إجراءات حوثية قمعية ضد إضراب المعلمين. وقال الموقع إن جميع المدارس التعليمية أوقفت عملية تسجيل الطلاب في إدارتها استجابة لنقابة المهن التعليمية والتي تطالب بتسليم رواتب المعلمين المتوقفة منذ قرابة عام. وفي تصريح خاص ليمن مونيتور
قال عدد من المعلمين العاملين في المدارس الحكومية: ما زلنا ملتزمين بالإضراب في جميع مدارس صنعاء للمطالبة بالمرتبات الحق المشروع الذي كفله لنا الدستور. ويقول أحد المعلمين: لا يمكن أن نحارب الجهل ببطون خاوية. المعلم أصبح هزيلا أمام طلابه عندما يدخل على الطلاب وفي رأسه ألف مشكلة ومشكلة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعنون صحيفة عربية فيما يتعلق بحياة اليمنيين وتقول: الحوثيون يرفعون الضرائب على اليمنيين لزيادة مواردهم المالية. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة العرب الجديد أن سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تعتزم رفع ضريبتي المبيعات والدخل من خلال إجراء تعديلات على القوانين الضريبية بهدف زيادة الموارد المالية لتمويل الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو عامين ونصف العام. وعملت الصحيفة على وعلمت الصحيفة أن سلطات الحوثيين وصالح تدرس رفع ضريبة الدخل على رواتب موظفي الدولة بنحو الضعف لتصبح 30% ابتداء من مايو المقبل بدلا من نسبة 15 المعمول بها حاليا. وتتابع الصحيفة: لا تدفع سلطات الحوثيين وصالح بالأساس الرواتب بنحو 1 مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم منذ أكتوبر عام 2016. وعن مصادر تمويل حرب ميليشيا الحوثي تقول الصحيفة: إن مصادر تمويل الحوثيين لا تزال تتدفق وتتنوع بين فرض الضرائب والسيطرة على السوق السوداء التي انتشرت في ربوع البلاد وتعد من أهم مواردهم المالية. صحيفة الحياة اللندنية تعنون في الملف اليمني: رئيس الأركان اليمني النصر يلوح في الأفق. وقالت الصحيفة إن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أكد أن ميليشيا الحوثي وصالح أصبحت في وضع ضعيف في مختلف الجبهات وعلامات النصر تلوح في الأفق. وأشاد رئيس الأركان خلال زيارة تفقدية لمعسكر اللواء 117 مشاة في محور البيضاء الجهود الملموسة التي تبذلها قيادة اللواء، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل مجهود أكبر من الجميع لحلحلة كل القضايا التي تهم منتسبي الجيش. وقال العقيلي إنه لن يبقى هناك شبر واحد خارج سلطة الدولة والشرعية. كيف يدير رئيس أكبر دولة في التاريخ المعاصر أعمال وسياسات البيت الأبيض؟ هذا ما تحاول الإجابة عليه الصحيفة أو الصحفية إليزابيث دورو في مقال أعادت صحيفة الغد نشره. المشكلة أن ترامب يحب الفوضى وهكذا كان يدير أعماله، وهو لا يحب أن يسوسه أحد، وكان يحب السماح لأشخاص مفضلين بالدخول إلى مكتبه وقت ما شاءوا، وكانت عقيدته الإدارية تتلخص في تأليب الناس على بعضهم بعضا، وهو لا يكلف نفسه عناء السيطرة على انفعالاته عندما يتعامل مع مساعديه. وحتى كيلي وهو جنرال سابق في سلاح البحرية وقع تحت سياط لسان ترامب، والآن يراهن المراقبون على الوقت الذي يقرر فيه كيلي أنه نال ما يكفي. لم أعهد البيت الأبيض قط بهذه الصورة، حيث يعتمد قدر كبير من الأمر على من جلب على نفسه غضب الرئيس. وكان جاري كوهين رئيس جولدن مان ساكس السابق وكبير مراقبي العمليات الذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب آخر المقالين. وكانت الخطيئة التي ارتكبها كوهين هي أنه أدعى علنا أنه كاد يستقيل في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت الشهر الفائت في شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا عندما ساوى ترامب بين المتظاهرين من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد الذين كان الكثيرون منهم يحملون السلاح، وبين أولئك الذين عارضوهم. في واقع الأمر ربما يتعاطف المرء بعض الشيء مع رئيس يريد مساعده أن يلعب على الحبلين كما فعل كوهين، فيبدي الألم والأسى بدون أن يلحق ذلك بالأفعال، ولكن ربما تنشأ المشاكل عندما يختار الرئيس بتجاهل كبير مستشاريه الاقتصاديين. كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضاعف من عدد الضربات الجوية الأمريكية السرية في اليمن مقارنة مع السنة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق باراك أوباما،
وفقا لتقديرات جديدة. وقد أثار هذا الارتفاع اهتماما جديدا من النواب ومجموعات حقوق الإنسان في بريطانيا حول مساهمة المملكة المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن. وارتفع عدد الضربات الجوية الأمريكية السرية في اليمن إلى أكثر من الضعف في عام 2017، ووصل إلى 93 ضربة في مقابل 40 ضربة في العام السابق حسب أرقام صادرة عن مكتب الصحافة استقصائية يتابع عمليات الطائرات الأمريكية في باكستان وأفغانستان والصومال واليمن. وتتابع الصحيفة تقوم الولايات المتحدة الآن بإغارة على الأقل كل يومين، وإذا استمر هذا المعدل حتى نهاية السنة فإنه سيمثل زيادة بمقدار 5 أضعاف في الغارات الجوية على البلاد. ويستند التقرير إلى مقابلات مع أشخاص من الميدان وتقارير صحفية عن العمليات الأمريكية في اليمن. ويتهم ترامب بالتعدي على القواعد التي وضعها أوباما للحد من الخسائر في صفوف المدنيين عندما تجري الولايات المتحدة الأمريكية عمليات مكافحة الإرهاب في بلدان مثل اليمن. من الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نطالع عنوان بارز: مدينة عراقية مفقودة منذ 2000 عام تعود إلى الواجهة. وقالت الصحيفة إن علماء آثار بريطانيين كشفوا عبر صور طائرات من دون طيار عن مدينة قد يكون بناها الإسكندر الأكبر شمال العراق مفقودة منذ أكثر من 2000 عام. ووفقا للصحيفة تايمز، فقد تعرف العلماء إلى المدينة أثناء فحص صور بالقمر الصناعي التقطتها الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي، وظلت سرية حتى رفعت عنها هذه الصفة عام 1996. وقالت الصحيفة أن المدينة محصنة بها القلعة أو محصنة بها قلعة حربية وأسوار محصنة ومزارع كروم، ولم يسجلها التاريخ حتى اكتشف علماء بريطانيون مؤخرا بقاياها بمساعدة درونز. وبحسب الصحيفة يعمل علماء آثار بريطانيون على تدريب العراقيين على إنقاذ المواقع التي تم تدمير أجزاء منها على أيدي مسلحي داعش. تعهد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد بالتصدي لما وصفه بغزو الأجانب للبلاد، وذلك بعد أن فاز بمقاعد في البرلمان لأول مرة في تاريخه. ووفقا لموقع شبكة البي بي سي، فقد احتل الحزب اليميني المركز الثالث في الانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا الأحد 24 سبتمبر. وارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أزمة اللاجئين سنة 2015، حيث غير شعاره القديم الخروج من منطقة اليورو ليحوله إلى شعارات معادية للإسلام والمهاجرين. وروج الحزب لشعارات ولافتات في الشوارع تقول: ألمان جدد يمكننا إنجابهم بأنفسنا. وفي ردهم على من يقول إن من شأن المهاجرين أجانب أو من شأن المهاجرين إنجاب أطفال ألمان والبقاء فيها طويلا. أهم الأحداث التي وثقتها عدسات المصورين ونشرتها صحيفة الديلي تيليغراف ننشرها في جولتنا المصورة، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. سبتمبر مجيد وكل عام وأنتم بخير.